الان ليش الحكومه الداخليه ليش ما تشكل قال لا ينص على شيء هذا الكلام انا اعتقد لا يمكن يكون مقبول الوضع الموجود اليوم هذه سياسه قرفوشيه هذا النهج نحن نقصد فيه ان تكون هناك دوله قانون تباطؤ خطى الحكومه في الاعلان عن تشكيل فريقها الجديد أصوات تسأل عن الدوافع وأخرى تشرع باب الهجوم على نهج مضى مرفوضة عودته تمام التاسعة في تلفزيون الرأي موعد نشرة الأخبار أهلا ومرحبا بكم الإعلان عن التشكيل الحكومي الذي تترقبه الساحة السياسية المحلية بفارغ الصبر بحاجة إلى بعض الوقت حسب التصريح الذي أدلى به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح فمن العاصمة الإماراتية أبوظبي وعلى هامش الاجتماع الحادي والعشرين للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي قال الوزير إن تشكيل الحكومة سيستغرق بعض الوقت مضيفا في هذا السياق أن المهم ليس الأشخاص الذين سيشكلون الفريق الحكومي المرتقب بل القضايا والمسائل التي يجب على الحكومة المقبلة أن تواجهها وتعمل على حلها ولم يزل هذا الأمر يشغل قسطا كبيرا من المواقف النيابية المسجلة منذ الإعلان عن تكليف الشيخ ناصر المحمد بتشكيل الحكومة الجديدة فالندوات تسارعت وتيرة انعقادها سيما وسط تأخر قرار الإعلان عن الفريق الحكومي المرتقب فمن أولى ندوات كتلة نهج البرلمانية والتي كان لافتا فيها المشاركة الخجولة من قبل قوى المعارضة في ديوان النائب وليد الطبطبائي تطرق النواب المشاركون إلى تأخر التشكيل الحكومي وإلى تعطيل جلسات مجلس الأمة وغيرها من قضايا انتهاك الدستور وتجاوز القوانين مواقف النواب نتابعها في التقرير التالي لجميل القاسم من منبر تجمع نهج الذي عقد أولى ندواته في ديوان النائب وليد الطبطبائي أطلق النائب أحمد السعدون صرخته في وجه التشكيلة الحكومية المقبلة قبل إعلان ولادتها ليؤكد استعداده بمواجهتها عبر توجيه استجواب على مستوى رئيسها حتى في يوم أدائها القسم على حد وصفه الحجة اللي يقولونها الآن انه ليش حكومة تشكلت؟ طيب احنا لا نيتنا تشكل حكومة تشكل ماذا بشكل ناصر محمد بس احنا بيتشكل بسرعة حتى ايضا نمارس حقنا تجاهه بسرعة يعني لو الشكل اليوم يعني اليوم مثلا الحكومة الجاية مشكلة وبقد وقسمين لقدمنا استجوابنا احنا اليوم يا ناصر محمد يعني مو استعجلنا عليهم لان بيهم يجون استعجلنا عليهم حتى نمارس دورنا في مساءلة ناصر محمد ومساءلة هذه الحكومة الان ليش الحكومة تأخر؟ ليش ما تشكل؟ قال لا الدستور لا ينص على شيء هذا كلام أنا أعتقد لا يمكن يكون مقبول صحيح الدستور ما شرع الدستور لا يمكن أن يأتي على كل أمر ثم يوجد له نص في الدستور في استحالة ولكن مشرع الدستوري كما هو في كل العالم يضع نصوص يقاس عليها النهج الحكومي والسياسات العامة للدولة المتبعة في السنوات الأخيرة كانت محل استنكار واستياء النواب المشاركين في ندوة التجمع في عهد الحكومة الحالية أو ست حكومات الماضية تراجعت الحريات العامة تم تعطيل الندوات ومنع الندوات والآن تشوفونها الشرطة والدوريات هذا جزء من ما لم نرى إلا في عهد هذه الحكومات الست ومنع استغلال ساحات الأمام الديوانية وأيضا وصل الأمر إلى ضرب المواطنين بل وحتى النواب الذين كانوا يتواجدون خارج ديوانية الحربش الوضع الموجود اليوم هذه سياسة قرقوشية يعني بالله فهموني أنا بسأل أي واحد فيكم بسألكم بالمنطق البسيط شنو معنى أن الناس ما توقف برا الديوانية هالحين ومسموح لهم يوقفون بساحة التغيير تبون نكتة ثانية شنو معنى أن ما توقف في ساحة الصفات وتوقف في ساحة التغيير وتطرق النواب المشاركون إلى الكثير من القضايا الخلافية المطروحة على الساحة بما فيها قضية احترام الدستور وعدم تجاوز القوانين ووضع حد للإعلام الفاسد وإطلاق الحريات السياسية وعدم التعرض للمواطنين هذا النهج نحن نقصد فيه أن تكون هناك دولة قانون وتكون حكومة تحافظ على القانون وتطبق هذا القانون
نريد حكومة تحترم الدستور بداية وتحترم القسم التي أقسمت عليه. هل هذه الحكومة احترمت الدستور؟ لو هذه الحكومة احترمت الدستور كما تدعي ما كانت عطلت السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، وعطلت جلسات مجلس الأمة. إعلام فاسد، ضرب النواب وضرب الشعب، محاوطة القوات الخاصة لندوات في مختلف المناطق، مصادرة الحريات، قمع، ضرب، قتل الميموني، لحم فاسد، تعديات على أملاك الدولة، تقطيع المعادن، مكتبة البابطين، أبو فطيرة، الحيازات، القسائم الصناعية. إذن هي جملة من المطالب سطرها أعضاء مجلس الأمة مستقبلين بها الحكومة المرتقبة وراسمين بذلك ملامح المرحلة المقبلة حول علاقتهم مع تلك الحكومة المزمع تشكيلها. جميل القاسم، الرأي.